شهر رمضان الكريم تربية للمسلم على الانتصار بمعناه العظيم، فيتعلم الانتصار على شهوات الأكل والشرب والفرج ووسائلها من نظر وتفكير، وهذا أول خطوة في طريق الانتصار والمجاهدة، لأن طاعة النفس والهوى أساس المعاصي والذنوب والإحساس بالشقاء في الدنيا. فيتعلم المسلم بصيامه كيف يقهر نفسه وهواه وينتصر عليهما ويقود زمام نفسه حيث يريد الله. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غليكم.